يمنية تعيش في ألمانيا عادت إلى اليمن، أحصيت 62 نقطة تفتيش من عدن إلى صنعاء. مواطنان في عدن يتقاسمان بالتساوي شارعا رئيسيا للبناء عليه. ومن أخبارنا المنوعة، مهمة فضائية مشتركة هدفها حماية الأرض من خطر الكويكبات. عندما انقطع التيار الكهربائي عن العاصمة قبل 4 سنوات عقب نشوب الحرب، رأى إبراهيم الفقيه فرصة في السوق وبدأ يبيع الألواح الشمسية، وأصبح الفقيه جزءا من قطاع الطاقة الشمسية المزدهر الذي وبحسب المصدر أونلاين بدأ يغير حياة الناس باستدامة الطاقة في اليمن الذي لا تتوفر فيه الكهرباء حتى قبل أن يتسبب نشوب الصراع في إعطاب معظم الشبكة الكهربائية في البلاد. الفقيه قال أنه يبيع سخانات شمسية وألواح شمسية مستوردة من الهند والصين، وهناك طلب مرتفع عليها، وتقدر الأمم المتحدة نسبة المستفيدين من الكهرباء في البلاد 10% فقط من السكان بعد نشوب الصراع. محمد يحيى والذي يعمل بتوفي صنعاء بالكهرباء المولدة من الألواح الشمسية قال أن الكهرباء في أيامنا لم تعد مجرد إضاءة ولمبة، بل أصبحت حياة، وبدون كهرباء لا توجد حياة. وهو يرى أيضا أن الطاقة الشمسية حل مؤقت لمن يتيسر له الحصول عليها، ويأمل حصول الجميع على الكهرباء من الشبكة العمومية عندما تنتهي الحرب. قالت رابطة أمهات المختطفين أنه يوجد أكثر من 1800 مختطف ومخفي في سجون جماعة الحوثي المسلحة، منهم 450 مختطفا مرت عليهم 4 سنين، وهناك 106 معتقلين ومخفين قسرا لدى التشكيلات العسكرية والأمنية في عدن. وعنون الصحوانت: صنعاء أمهات المختطفين يناشدن المجتمع الدولي بسرعة التدخل لإنقاذ أبنائهن. وأكدت أمهات المختطفين في وقفة احتجاجية أمام مبنى المفوضية السامية في صنعاء أن المختطفين والمخفين قسرا حرموا من إكمال حياتهم العلمية، وتفرقت عائلتهم ناهيك عما طالهم من التعذيب وأصابهم من الأمراض. تضيف الرابطة: أسر المختطفين وذوهم ينتظرون بصبر وأمل أن تنتهي هذه المعاناة التي حرمتهم طعم الحياة وفرقت شمل عائلتهم. وناشدت الأمهات المجتمع الدولي وكافة اليمنيين السعي مع أمهات المختطفين والمخفين قسرا لإنقاذ أبنائهن وإطلاق سراحهم والضغط الفردي والجماعي إعلاميا وحقوقيا واجتماعيا وقانونيا حتى الإفراج عنهم دون قيد أو شرط. لماذا يثورون؟ تحت هذا السؤال العنوان كتب سامح راشد مقاله المنشور في العربي الجديد. لم يكذب الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي حين قال: الآن فهمتكم. فهو لم يكن مضطرا للكذب أو الادعاء بعد أن اتخذ قراره بالرحيل. كان في وسعه المغادرة في صمت ومن دون اعتراف بأي أخطاء، خصوصا خطأ جوهريا من وزن عدم فهم المجتمع الذي يحكمه. لا يعني ذلك بالطبع أن كل من فهم رحل، فكثيرون من مغتصبي السلطة والملتصقين بالكرسي يدركون تمام الإدراك وفاهمين جيدا أنهم مرفوضون بل مكروهون شعبيا. ولكن المسألة أعمق من مجرد اغتصاب سلطة أو تشبث بالحكم رغما عن أنوف الملايين. السر في النظرة العنصرية من الحكام للشعوب، فهم الحكام يعتبرون أنفسهم أعلى وأعلم وأرقى وبالتالي أبقى من شعوبهم. أما أولئك المحكومون فليسوا سوى رعاع ينعمون بامتيازات الرعاية، وليس لأولئك الرعاع أي حقوق بعد المأكل والمشرب، بما في ذلك الحق في التفكير أو التدبير، بل أن حكاماً يعزون كل المشكلات والأزمات التي تمر بها بلادهم إلى رغبة الناس في تحسين أوضاعهم أو اختيار من يقودهم، حتى أن أحدهم لا يكتفي بالحكم وإنما يحاسب الشعب لأنه لا يقوم بواجباته بل ويحاكمه بتهمة جحود النعمة ونكران الجميل. موجة الاحتجاجات التي تجتاح المنطقة حالياً مختلفة عن موجة 2011، ذلك أن الأولى كانت تطمح إلى تغيير قواعد العلاقة بين الحكام والمحكومين لتكون تعاقدية واضحة، الكلمة فيها للشعب كما هو الحال في الغرب. والاعتبارات كثيرة تخلت الشعوب عن ذلك المطلب الحالم أو أجبرت على ذلك لترضى باستمرار صيغة الاسترقاق القائمة وتقنع بمقايضة الحرية مقابل القوت، غير أن هذه المعادلة نفسها اختلت وما قبلته مرغمة حداً أدنى لم يعد متاحاً.
وجدت الشعوب نفسها بلا حرية ولا قوت، فخرجت ثانية لتصرخ ضد الجوع والحرمان قبل الدكتاتورية والاستبداد. تتواصل عمليات البسط على الشوارع والأراضي في عدن، حيث يعنون عدن الغد. أمن طوارئ الممدارة يتصدى لمحاولة البسط على شارع رئيس، ويقول الموقع أنه في ظل انتشار ظاهرة البسط والبناء العشوائي التي يقوم بها بعض المخربين في المنطقة، استيقظت الممدارة على قيام مالكي منزلين منفصلين بعمل حفريات كبيرة وصبها بالإسمنت تمهيدا للبناء العشوائي واقتصاص جزء من الشارع. وقال النقيب خالد مشبح أن عملية الحفر والبناء العشوائي المستحدثة قام بها كل واحد من ملاك المنازل، قام بعمل حفريات كبيرة وصبيات اسمنتية أخذت جزءا من الشارع. أضاف النقيب خالد مشبح: فور تلقينا بلاغ من أحد المواطنين، قمنا بالنزول وإيقاف البناء العشوائي وضبط الفاعلين، وتم تحويلهم للجهات الأمنية المختصة لمحاسبتهم. أثناء انتظاري في صالة مغادرة مطار الملك عليا في عمان، وصلت جهازي بشبكة الواي فاي، فوصلني كم كبير من رسائل واتساب، أغلبها كانت رسائل تحذيرية من أصدقائي يحذروني من أن عدن محفوفة بالمخاطر هذه الأيام، وأن الوضع هناك قد ينفجر في أي لحظة. هذا مفتتح تقرير نشره موقع مركز صنعاء تحت عنوان ملحمة السفر في اليمن، حركة مطارات غير متوقعة وطرق محفوفة بالمخاطر. تقول كاتبة التقرير أنه أثناء تلقيها الرسائل اغرورقت عيناها بالدموع وبدأ جسمها بالارتجاف. ماذا لو حدث لي شيء في عدن؟ لقد مر عام تقريبا منذ آخر مرة كنت في اليمن وأريد أن أفاجئهم، فهل ستلومني عائلتي لأنني لم أخبرها بأنني عائدة إلى اليمن؟ ربما من الأفضل أن أحجز رحلة أخرى وأعود إلى فرانكفورت إلى شقتي بالقرب من الحرم الجامعي، وأن ألغي خطة السفر بأكملها، ولكن اتصالي بأختي في السعودية قوى عزيمتي، سوف أسافر مهما حدث. تقول عائشة الوراق التي عدت التقرير مضيفة: بعد وصولها إلى عدن وبدء التحرك نحو صنعاء، عبرنا 62 نقطة تفتيش على طول الطريق، بعضها يبدو راسخا وثابتا هناك، وبعضها الآخر عبارة عن نقطة تفتيش عليها جندي واحد أو جنديان يقفان لوقت قصير ويلوحان للمركبات. معظم الجنود أو رجال الميليشيات يسألون ببساطة: من أين أتينا وإلينا نحن ذاهبون؟ كانت أسئلة الجنود أو رجال الميليشيات متشابهة مع استمرار اتجاهنا شمالا، ولكن ما بدأ واضحا هو اختلاف من يسيطر على كل منطقة. أصبح المسلحون الذين يقفون في نقاط التفتيش يرتدون ملابس مدنية على عكس الجنود الذين رأيناهم في وقت سابق والذين يرتدون زيا رسميا، وكانت شعارات الحوثيين ترتفع إلى جوارهم. طلب من جميع السيارات على حاجز في شمال ذمار أن تقف وتفتح صناديقها. سائقنا كان يعرف أحد الجنود فتوجه نحونا وتظاهر أنه يتفحص السيارة، ثم أخذ البغشيش وسمح لنا بالاستمرار في طريقنا. تقول أنه من خلال رحلتها لم يكن من الواضح دائما من الذي يطرح الأسئلة في نقاط التفتيش. ساني جوني كتب مقالا عن تنظيمي القاعدة وداعش وكيف تم تقليصهما إلى أصغر مساحة، وقال الكاتب في مقاله المنشور أو المعد نشره في صحيفة الغد: على الرغم من أن تنظيم القاعدة وداعش مقصوصان من القماشة نفسها، فإن هناك اختلافات تكتيكية واستراتيجية في عملياتهما. كان القاعدة في الأساس منظمة تنتهج تكتيك اضرب واهرب إلى أن غير داعش المشهد الإرهابي كله. كانت مجموعة القاعدة تنفذ الهجمات ثم تعود إلى الصحاري أو الكهوف أو الجبال حيث تختبئ، ولم تعرض نفسها للقوة العسكرية التقليدية التي يمتلكها أعداؤها، وباستثناء بعض الجيوب التي تسيطر عليها الآن جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة، ما تزال الجماعة إلى حد كبير منظمة اضرب واهرب. لكن داعش أخذ التمرد خطوة إلى الأمام، شرع في التمسك بالأرض التي استولى عليها وأنشأ شبه دولة في تلك المناطق وسماها الدولة الإسلامية. وبينما يريد تنظيم القاعدة أيضاً إنشاء إمارة عالمية، فقد اتخذ داعش خطوات عملية لتنفيذ نظرته العالمية وأعلن الخلافة في محاولة لإحياء مؤسسة إسلامية لم تعد موجودة. وبقيامه بذلك حاول البغدادي وضع نفسه في القائمة الطويلة للخلفاء الإسلاميين، وهم القادة الشرعيون لأمة المجتمع الإسلامي العالمي. تبقى الجهادية العنيفة بطبيعتها معادية للحداثة ولا تحظى بشعبية كبيرة بين المسلمين في جميع أنحاء العالم، وبسبب عدم شعبيتها تتورط هذه الجماعات في أعمال عنف متطرفة، وبوحشيتها غير المقتصدة
سعت الجماعات الجهادية إلى التغلب، ليس فقط على أوجه القصور في قدراتها العسكرية، وإنما أيضاً على النقص في رأس مالها السياسي. وبالنسبة لمجموعة البغدادي، كان العنف وسيلة وغاية بحد ذاته. بخلاف تنظيم القاعدة، لم تكن عملية داعش مقصورة على تنفيذ هجمات انتحارية في الغرب أو في البلدان المدعومة من الغرب. لقد أراد التنظيم إنشاء دولة إسلامية نقية، حيث يمكن للمؤمنين الحقيقيين المجيء والعيش. في الحرب المستمرة، تتحمل المرأة اليمنية العبء الأكبر من التبعات الاقتصادية الاجتماعية، بالإضافة إلى إرث تحمله منذ وقت طويل يجعلها أكثر عرضة للانتهاكات وتقييد حريتها. تقول العربي الجديد: المرأة الريفية تحرم من خدمات كثيرة، كما هو الحال مع مواطنتها في المدينة، فحقوقهما منتهكة بطريقة أو بأخرى. وسط التقاليد والعادات الاجتماعية المسيطرة في المجتمع اليمني، لا تزال المرأة بعيدة عن ما وصلت إليه قريناتها خارج الحدود إقليميا وعالميا، على الرغم من انتشار وسائل الاتصال التقني والتواصل الاجتماعي في اليمن. ومع الحرب الدائرة منذ أكثر من 4 أعوام، والتي زادت أوضاع نساء اليمن تدهورا، تلازم البلد موقعها في المرتبة الأخيرة عالميا فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، فيما تستمر الفجوة بين نساء الريف والمدينة. وعلى الرغم من أن نسبة التعليم ارتفعت بين نساء المدينة والريف خلال الأعوام 40 الأخيرة، فإن وصول المرأة الريفية إلى التعليم الثانوي ثم الجامعي يبقى محدودا بسبب غياب المرافق الخاصة أو بعدها عن أماكن سكنهن. من جولتنا في الصحف البريطانية والتي ترجمت مقتطفات منها لصالح شبكة البي بي سي، نطالع من الديلي تيليغراف عنوان: يجب أن نحاسب جنودنا لكن أغلبهم ليسوا بلطجية ولا قتلة. حيث نشرت الديلي مقالا للورد دانت رئيس أركان الجيش البريطاني السابق وعضو مجلس اللوردات، يحاول فيه الرد على الاتهامات التي تناولتها صحف بريطانية حول تغطية الجيش والحكومة على أدلة تثبت ارتكاب جنود بريطانيين جرائم قتل وتعذيب واعتداء على مدنيين في العراق وأفغانستان. يقول العسكري البريطاني السابق: لقد انفطر قلبي وأنا أقرأ القصة التي نشرت عن جرائم الحرب المزعومة من قبل جنودنا في العراق وأفغانستان، وقلتها نحن نعود إليها مرة أخرى. ويضيف دانت، الذي كان رئيس أركان الجيش البريطاني خلال الفترة من عامي 2006 إلى 2009، أنه من السهل دوما أن تلقي بالاتهامات على أي شخص، لكن من الصعب أن تفند هذه الاتهامات، ففي أي قصة يصدق الناس دوما أول رواية يسمعونها. ويواصل قائلا: ولقد شعرت بالفزع طبعا من الأدلة التي وردت بصدد جرائم قتل الأطفال وتعذيب المدنيين التي تم التغطية عليها من قادة الجيش. ويؤكد: أنا على قناعة تامة بأن أغلب العمليات التي شارك فيها جنود بريطانيون تمت بشكل صحيح. ويختم دانت قائلا: لا يوجد شخص فوق القانون، وعندما تكون هناك أدلة واضحة وثابتة يجب أن تتبعها محاكمات وإدانات، لكن أغلب الجنود البريطانيين ليسوا قتلة. تجاعيد سوفيتية في وجه النظام الإيراني، تحت هذا العنوان كتب غسان شربل مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط. جاءت الثورة الإيرانية من قاموس مختلف عن الذي جاءت منه الثورة البلشفية، منطلقاتها مغايرة وكذلك آلياتها ومرجعياتها، لكن ذلك لا يمنع من بعض المقارنات. تطلعت الثورة الروسية إلى تنظيم انقلاب كبير على مستوى العالم، وحلمت الثورة الإيرانية بتنظيم انقلاب كبير على التوازنات التي كانت قائمة في المنطقة. مارست الأولى عملية تصدير الثورة، وكرست الثانية بنداً ثابتاً في دستورها. تسللت الأولى إلى الخرائط عبر الأحزاب الشيوعية، وتسللت الثانية عبر علاقات مذهبية أو عبر شبكات الممانعة. حركت الأولى بيادقها وسجلت فتوحات جديدة في العالم فتزايدت أعباؤها، وتقدمت الثانية للإمساك بأربع عواصم عربية فتزايدت أعباؤها أيضاً. الطلاق الذي وقع في الاتحاد السوفيتي بين الثورة والأجيال الجديدة يبدو واضحاً في إيران اليوم. يزيد من حدة الطلاق تدفق المعلومات والأنباء والصور بفعل ثورة الاتصالات. في الأسابيع الماضية طرحت الاحتجاجات التي يشهدها العراق ولبنان موضوع الخيط الإيراني الحاضر بقوة في العاصمتين. نجحت طهران في تصدير نفوذها إلى بعض بلدان المنطقة، لكنها لم تستطع تصدير نموذج ناجح في الإدارة
ومعالجة المشكلات الاقتصادية. واضح أن النظام الإيراني الذي رفض التقاط الرسائل المتضمنة في احتجاجات العراق ولبنان يرفض بصورة قاطعة التقاط الرسائل التي تبعث بها الاحتجاجات الإيرانية. تشيخ الثورات وتنقطع صلتها الفعلية بالأجيال التي تولد بعد انتصارها ما لم تتمكن الأرقام من تأكيد تحسن حياة الناس في ظلها. غزا الاتحاد السوفيتي الفضاء وصوب صواريخه العابرة في اتجاه كل القارات، لكنه سقط في معركة الأرقام في الداخل. لم تعد الشعارات قادرة على إقناع المواطن العادي بشد الحزام مرة تلو أخرى. راح يسأل عن حقه في حياة أفضل. لم يعد يصدق أرقام الخطط الخمسية ولا نتائج الانتخابات الشكلية. وحين يستحيل على المواطن التعبير عن سخطه بصورة علنية خوفاً من القمع، يلجأ إلى أشكال من المقاومة السلبية في العمل والإنتاج والسخرية، فتنحسر جاذبية الحزب وتتعثر برامج القولبة التي ترمي إلى مصادرة العقول والقلوب. صحيفة الشرق الأوسط قالت أن محرك جوجل أضاف للبحث على الإنترنت خاصية جديدة تساعد المستخدمين في البحث عن النطق الصحيح للكلمات، وتتيح لهم تكرار نطق الكلمة مع الحصول على تقييم فوري لمدى سلامة النطق على نفس صفحة نتيجة البحث. وأشار موقع تيك كرانش المتخصص في التكنولوجيا إلى أن الخاصية الجديدة ستكون مفيدة جدا لمن يتعلمون لغة أجنبية بشكل خاص، فهي تعتمد بشكل رئيسي على تكنولوجيا الذكاء الصناعي أو التعلم الآلي، حيث تقوم أدوات التعرف الصوتي في جوجل بمعالجة التسجيل الصوتي وتفصله إلى أصوات منفردة، ثم تقارن نطق هذا التسجيل الخاص بالمستخدم مع الطريقة التي ينطق بها الخبراء نفس الكلمات. وإلى جانب هذه الخاصية، أضاف محرك بحث جوجل المزيد من الصور التوضيحية إلى قاموسه ووظائف الترجمة. هذه الخصائص متاحة الآن باللغة الإنجليزية فقط، وتستخدم فقط مع الأسماء وليس الأفعال. اصطدام محتمل لأجرام سماوية بالأرض قد يكون له عواقب وخيمة على الكوكب الأزرق. علماء الفضاء يريدون من خلال إرسال مسبارين فضائيين حماية الأرض من خطر اصطدام كويكبات وأجرام فضائية، وعنوان الدي دبليو الألماني مهمة فضائية مشتركة هدفها حماية الأرض من خطر الكويكبات. منذ سنوات عديدة ووكالات الفضاء تراقب حركة الأجرام السماوية التي يمكن أن تشكل خطرا على كوكبنا الأرض، ففي حالة اصطدام أي جرم بالأرض فالعواقب ستكون وخيمة على كوكبنا وسكانه. وإذا اصطدم كويكب قطره 100 متر مثلا بالأرض وسقط في المحيط، سيخلف موجات تسونامي ضخمة من شأنها أن تدمر السواحل وتزهق العديد من الأرواح. حتى الآن لا تمتلك البشرية أي تقنيات لمواجهة أي اصطدام محتمل للكويكبات مع الأرض، رغم أن الخبراء يناقشون منذ سنوات كيفية تحويل جرم طائر عن مداره، لكن الأمر يمكن أن يتغير في المستقبل القريب، حيث أن العلماء يخططون لمهمة فضائية ستكون في بادئ الأمر اختبارية في محاولة لإبعاد كويكب صغير عن مساره في الفضاء. الربيع العربي في نسخته الثانية تحت هذا العنوان كتب رضوان زيادة ما قاله المنشور في العربي الجديد. اكتشف الشباب العربي قوة صوته وتأثير مواطنيته عبر التظاهرات الضخمة التي ملأت الشوارع في السودان والجزائر ثم في العراق ولبنان، ولكنه في الوقت نفسه اكتشف سهولة التظاهر، طبعاً باستثناء العراق، وصعوبة التغيير. لا تكلف المظاهرات في الحقيقة سوى الخروج إلى الشوارع والتعبير عن الغضب المتراكم عقوداً، من الفشل الاقتصادي إلى البطالة إلى انعدام الفرص والفساد وغير ذلك مما تشترك فيه كل الدول العربية تقريباً بدون أي استثناءات. حافظت كل المظاهرات في كل هذه الدول على سمة واحدة: غياب القيادة. ليس هناك تنسيق بين أطرافها، وليس هناك برنامج عمل تعمل عليه، ولا يحق لأحد التكلم باسمها. هي صفات مشتركة جمعت كل المظاهرات في دول الربيع العربي في نسخته الثانية، وكان هذا بالتأكيد مصدر قوة لها في الحشد والتعبير عن القوة من خلال الحشود التي لا يستطيع أحد إنكارها أو تخطيها. إنها الشعب بكل قوته وعنفوانه. الشعب يريد إسقاط النظام. لكن وبعد فترة وجيزة
لم يستطع الشباب أن يولد من هذه المظاهرات قوة سياسية بديلة أو تقود إلى عمل سياسي منظم له مطالب إصلاحية تفرض على النخب الحاكمة التعامل معها. صور الحيوانات المختلفة من مختلف مناطق العالم تنشرها الجارديان، ونعرضه عليكم في جولتنا اليوم. فن الكاريكاتير ينقل الكثير من الأفكار عبر خطوط ورسوم وألوان بسيطة متاحة للجميع، لكن أثره يظل عميقا ولزمن أطول. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نتابعها في جولتنا التالية. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. كونوا بخير.